أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من لعبة الأمم. حين ضرب الإرهاب أمريكا ودمر البرجين الشهيرين كان من بين المهاجمين 11 أو ربما 15 سعوديا، لكن بعد أقل من عامين اجتاحت أمريكا وبريطانيا العراق بذريعة أسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع تنظيم القاعدة، ثم اعتذر من اجتاح وقال إنه أخطأ. هكذا ببساطة قتل مئات الألاف، جرح مئات الألاف، دمر البلد، قسم لأن من اجتاح أخطأ. لا يمكن للعرب طبعا أن يتقدموا بشكاوى، فالجزء الأكبر أو جزء لا بأس به من النظام العربي كان مشاركا في مؤامرة الاجتياح. اقرأوا كتاب خطة الهجوم لبوب وودورد، فيه كل التفاصيل عن المشاركة العربية. لكن اليوم أي بعد 15 عاما على الاعتداءات الإرهابية، يقر الكونغرس الأمريكي تشريعا يسمح بمقاضاة السعودية من قبل عائلات الضحايا. السعودية تنفي مسؤوليتها عما حصل، وقد يستخدم أوباما الفيتو لعدم تمرير القانون. فلماذا ما منع في السابق سمح اليوم؟ نحن العرب مسلمين ومسيحيين يجب أن نكون ضد الإرهاب وأن نتضامن مع أي ضحية له في أمريكا أو في ضاحية بغداد أو بيروت أو سوريا في أي مكان. لكن يحق لنا أن نسأل، لماذا لم يصدر الكونغرس الأمريكي مرة واحدة على الأقل في كل تاريخه مرة واحدة فقط قانونا ضد إسرائيل بتهمة الإرهاب؟ الإرهابيون دمروا برجين، إسرائيل دمرت دولا، لكن النتيجة أن من يقاومها في الداخل والخارج هو الموضوع على لائحة الإرهاب. من يقرر في العالم من هو الإرهاب ومن هو الإرهابي بالأحرى ومن هو المقاوم؟ هل العرب والمسلمون بريئون فعلا من الإرهاب؟ هل أمريكا هي شرطي العالم النزيه الفاضل الذي يريد فعلا ضرب الإرهاب؟ أم أن أخطاء سياستها الخارجية شجعت الإرهاب والإرهابيين؟ وها نحن جميعا، نحن وأمريكا، نحن في العالم النامي وجميع العالم الغربي نعاني اليوم من الآفة نفسها. في هذه الحلقة سنفهم أكثر، لأن معنا دبلوماسي أمريكي كان يعطي تأشيرات لمن صاروا إرهابيين، وضع كتابا فأحدث ضجة. مايكل سبريغمان، أهلا وسهلا بك، هو الرئيس السابق لمكتب التأشيرات الأمريكي في السعودية. سيكون معنا أيضا في الجزء الثاني من الحلقة الصحفي الكندي الشهير باري زويكر، الذي أنتج فيلما وثائقيا أحدث أيضا ضجة كبيرة بعنوان أبراج الخديعة، كيف تسترت وسائل الإعلام على ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن واشنطن معنا كذلك ريتشارد ويتس، مدير مركز تحليل الشؤون العسكرية والسياسية في معهد هيتسون، أهلا وسهلا بك. من باريس معنا الكاتب السياسي عبد الباري عطوان، صاحب ورئيس تحرير جريدة رأي اليوم، لكنه أيضا مؤلف كتبا مهمة عن القاعدة وداعش وغيرها. لا أدري لماذا من باريس وليس من لندن، سنعرف ذلك بعد قليل. ولكي نفهم قانونيا ماذا يجري، ما هو الفرق بين الإرهاب والمقاومة، أرحب هنا في الأستوديو بالدكتور بول مرقس، أهلا وسهلا بك. هو محام ومستشار قانوني في الشؤون الدولية ورئيس مؤسسة جوستيسيا العدالة، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من لعبة الأمم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بضيوفي الكرام. كل الضيوف في الواقع لا أدري مع من سأبدأ، ولكن سنختار هكذا حسب ترتيب الأسماء. لنبدأ مع السيد سبريغمان. سيد سبريغمان، أهلا وسهلا بك حضرتك للمرة الأولى معنا في قناة الميادين، نرحب بك شديد الترحيب. كأنه فهمت مما نقل عنك في إحدى المرات إن الخاطفين السعوديين الذين فجروا أو ساهموا في التفجير كانوا يعملون لصالح CIA، صحيح هذا الكلام؟ في الواقع لم يتم إثبات ذلك بعد، لكن أود أن أقول أنه 13 من الخاطفين 19 السعوديين
كانوا لهم علاقات مع القنصلية السعودية في جدة، ولهم علاقات كذلك مع مسؤول أمريكي كان يعمل لصالح وزارة الخارجية، وقد تلقى عقب هذه الاعتداءات ترقيات مختلفة. نيكولاس بالاسي مؤخرا حاول أن يتعقب أثرهم، ولا يعرف أحد أين هؤلاء المسؤولين إلا بعض الأشخاص المقربين، ولم يتم الكشف عن مصير هؤلاء. ولكن أود أن أقول في هذا السياق أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عملت في الواقع على تشجيع هذا الوضع من خلال الاستعانة بالحلفاء القمعيين في المنطقة لترويج الإرهاب، بما في ذلك دول الخليج، السعودية، الأردن وإسرائيل وتركيا، وقد ساهموا في نشر وبث الإرهاب في أفغانستان ويوغوسلافيا والعراق وليبيا وسوريا، وهم يعملون كذلك على بث الإرهاب في اليمن. طيب سيد سبريغمان، زمرة المتطرفين نفسها الذين سعوا إلى نشرها في مختلف بقاع المنطقة، ووفقا لريشار بنار و غيره من المسؤولين، وهو قد كان سفيرا في أفغانستان والعراق والأمم المتحدة، جمعوا أسوأ الأشخاص الذين تمكنوا من العثور عليهم، مجموعة من القتلة المرتزقة، لكي يقوموا بتدريبهم على هذه الأعمال. ولهذا السبب لا وجود لمعتدلين، ليساريين، لتقدميين، ووحدهم يسيطرون على هذه العقلية في المنطقة. طيب سيد سبرينغمان، لو سمحت لي، آسف لمقاطعتك، يعني تقول مسألة مهمة جدا أريد أن أعود إليها ولو سريعا إذا سمحت. تقول إنهم كانوا على علاقة مع موظفين في السفارة الأمريكية، يعني كانوا على علاقة، هؤلاء الذين فجروا البرجين أو ساهموا في تفجير البرجين، مذ كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمهم من أجل مقاتلة السوفييت في أفغانستان، أم كانوا على علاقة مستمرة معها؟ لأنه هنا سننتقل إلى مسألة أخرى، يعني الذين كانوا على علاقة هم الذين فجروا، كيف ذلك؟ بدأوا في الواقع من أفغانستان، وقرروا بعد ذلك لدينا مجموعة من الأشخاص المدربين جيدا وهم مستعدون لتفجير الأمور وإسقاط الطائرات، فلنستخدمهم ونستغلهم، وهم ضمن الفئة نفسها من الأشخاص أو الفئة التي قرن بتدريب هؤلاء الذين تم استخدامهم لتدمير يوغوسلافيا وتدمير العراق وليبيا وسوريا. طيب أوكي سيد عبد الباري عطوان، الآن نعم سنعود إليك سيد سبرينغمان. السيد عبد الباري عطوان، الآن الكونغرس الأمريكي يشرع قانون يريد محاسبة الحكومة السعودية على ما ارتكبه أفراد سعوديون، يعني كأنه هنا نحن أمام تجريم للدولة وليس للأفراد. كيف تقرأ هذه المسألة بعد 15 عاما من الاعتداءات؟ والله أقرأها كالتالي، يعني أعتقد أن الكونغرس الأمريكي الذي بلا شك يستطيع أن يمرر هذا القانون بأغلبية الثلثين، حتى لو استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حق الفيتو لوقفه، أنا أعتقد أن الكونغرس والولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا بأن هناك 750 مليار دولار من الاستثمارات السعودية في أمريكا، منهم أو من بينهم 119 مليار دولار استثمرت في سندات الخزانة الأمريكية، وفي تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية بأسلوب البلطجة والابتزاز تريد أن تستولي على هذه المبالغ، ومن خلال اتهام المملكة العربية السعودية بأن لها دور وأن هؤلاء يحملون الجنسية السعودية وأقدموا على تنفيذ عمل إرهابي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في تقديري لا يزيد الأمر إطلاقا عن اللي هو محاولة الاستيلاء على هذه الأموال بطريقة أو بأخرى، تبدأ البداية بالتجميد، ثم بعد ذلك مثل ما حصل مع الأموال الإيرانية، ثم بعد ذلك يعني الاستيلاء على هذه الأموال. يعني طبعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال بأن هذا سيعرض الولايات المتحدة الأمريكية لملاحقات مماثلة، يعني أنه طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما تفضلت أستاذ سامي في المقدمة، يعني هي غزت العراق، غزت أفغانستان، الآن لها دور في سوريا،
غزت ليبيا، والرئيس باراك أوباما عبر عن ندمه للقيام بهذا الغزو لليبيا. يعني أنا في تقديري، من الذي سيحاكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ من الذي سيأخذها إلى المحاكم الأمريكية مثلا أو المحاكم غير الأمريكية؟ يعني أنا في تقديري يعني حتى هذا الخوف من ملاحقات أمريكية ليس له يعني قدرة حقيقية على التنفيذ على الأرض. أنا في تقديري المملكة العربية الآن، المملكة العربية السعودية مثل البقرة الحلوب، لم يبقى في ضرعها إلا بعض هذه الأموال، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية حلبها حتى آخر نقطة. سمعنا دونالد ترامب المرشح للرئاسة الأمريكية، وهو يعني حظوظه كبيرة، يقول بأن على السعودية ودول الخليج أن تدفع ثمن حمايتها إلى أمريكا، سواء الحماية الحالية أو الحماية السابقة. يعني دعنا الدول الخليج والسعودية تدفع بأثر رجعي لهم. طيب سيد عبد الباري، دعنا نستمع إلى وجهة نظر من الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن نعطي الجانب القانوني للدكتور بول. سيد ريتشارد ويتس، حضرتك مدير مركز تحليل الشؤون العسكرية والسياسية في معهد هيدسون، استمعت إلى ضيفينا السيد سبرينغمان والسيد عبد الباري عطوان. يعني وكأنه هناك اتجاه الآن من الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن حليفها الأبرز في المنطقة المملكة العربية السعودية تحت ذريعة الإرهاب، وهذه مسألة خطيرة يعني عملية. Right, I'm not. I don't think that that's a correct presumption that the U.S. government, at least في ظل الإدارة الحالية، إدارة الرئيس أوباما، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تعمل على عزل أو ترك العلاقات مع المملكة العربية السعودية. العلاقة محدودة بالطبع، فهناك مسألة 11 من أيلول والأحداث المرتبطة بهذا التاريخ، ولكن أعتقد أن هناك ملفات أخرى مثل إيران وسوريا وعدد من الملفات الأخرى والمسائل الأخرى ذات الصلة. ولكن كما تعرفون أيضا، لقد زار الرئيس أوباما العاصمة السعودية، وبات السعوديون أيضا في صدد التفكير بالإدارة المقبلة وبطرق العمل الممكنة مع كلي المرشحين. أعتقد أن السناتور كلينتون سوف تتبع نفس المسار الذي اتبعته في ظل وزارة الخارجية تجاه السعودية. بالنسبة إلى ترامب، ما زالت الأمور لا يمكن أن نتبينها، لكن سنتحدث في هذا الموضوع في مرحلة لاحقة. سيد هيدسون، صحيح أن الرئيس الأمريكي زار السعودية، ولكن قبل زيارته قال كلاما قاسيا جدا في حديثه لمجلة أتلانتيك. سيد ويتس. Yes, and the Saudis hit right back. نعم، والسعوديون ردوا على ذلك بانتقاد لاذعا لأوباما ولإدارته. وتعرفون أيضا أنه التقى بعدد من المسؤولين من الصغار على صعيد المستوى الإداري عندما وصل. هناك اختلافات لا شك في ذلك من حيث تقييم الاعتبارات الأمنية الإقليمية، وتوجد اختلافات أيضا بالنسبة إلى السياسة في مجال الطاقة. فالولايات المتحدة الأمريكية أيضا تدفع في بعض الأحيان باتجاه إصلاحات في المملكة العربية السعودية ولا تريدها الحكومة. مثلا في المملكة العربية السعودية توجد اختلافات حتى على هذا الموضوع على الصعيد الداخلي، هذه المسائل معقدة لا شك في ذلك. ولكن بطريقة عامة وبصورة عامة، لقد حافظت الحكومتان على شراكة متينة صلبة، والولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حلفاء أقوياء جدا في الخليج العربي. ولذا إذا ما قارنا ما بين الوضعين، بإمكاننا أن نقول أن السعودية والكويت وبضع دول أخرى يمكن أن تعتبر من الشركاء الأساسيين. إذن صحيح أن العلاقات متوترة، وصحيح أن هناك اعتبارات ومخاوف من الجانب السعودي تجاه إدارة أوباما، ولكنني شخصيا أتوانى في القول أن أمريكا قد تخلت عن علاقاتها وشراكتها مع السعودية. لا أعتقد أن هذا تقييم صائب. طيب أوكي سيد بول، أنا تركتك دكتور بول للآخر، ليس لأنك الأصغر بين الضيوف، ولكن لكي نفهم قانونيا. الآن هناك مشروع في الكونغرس الأمريكي، وعلى ما يبدو حسب السيد عبد الباري أنه قد يمر، في محاكمة لدولة عمليا بسبب ممارسة بعض الأفراد. يعني كيف يمكن أن يطبق القانون على دولة إذا كان بعض الأفراد فجروا، لنعتبر أنهم هم الذين فجروا سعوديين؟ يجب فهم القانون الأمريكي، ونحن ندرس القانون الأمريكي في بيروت، الذي يختلف اختلافا مفهوميا عما هو في دولنا العربية. يعني حتى أن ترى معي أن بعض
المجموعات والأفراد حاول الادعاء على أحزاب ودول لمجرد أنهم تضرروا من تفجيرات حصلت في بيروت في سنة معينة، على أنهم افترضوا أن رابطا ما يمكن إقامته لبناء علاقة سببية causality cause في القانون الأمريكي لربط مسؤولية الدولة وبالتالي الحجز على ممتلكات الدولة، وهذا ما أشار إليه زميلي عبد الباري عطوان الذي هو فعلا يشير إلى الموضوع بالوقائع. أنا أشير في القانون أنه في القانون الأمريكي العام ثمة هذا الربط، على الأقل محاولة الربط اليوم. دكتور بول، هذا يعني الربط يكرس بقانون خاص. أوكي، اسمح لي فقط يعني لكي نفهم، أي يعني مشاهد لكي يستطيع يفهم بالضبط ما الذي يمكن أن يحصل. الآن الكونغرس يشرع يقول يجب مقاضاة أو ملاحقة السعودية عبر عائلات الضحايا. طيب بهذا المعنى، هل لدى السعودية إمكانية التفلت من هذا القرار أولا، ثم ما الذي يمكن أن يحصل أو من هذا القانون بالأحد؟ إذا شرع هذا القانون بالفعل وثمة مراحل، تعرف معي أن السلطة التشريعية في الولايات المتحدة مؤلفة من مجلسين ومن لجان متعددة، ويأخذ القانون مجراه لشهور وسنين طويلة. لأعطيك مثل، قانون مكافحة تمويل حزب الله استغرق يعني سنين، بضعة سنين. إذا تم رصد هذا القانون بالفعل، يجب تأمين اللوبي المناسب لاستباق صدوره، لأنه وجوابا على سؤالك، إذا صدر نجد صعوبة في استدراك مفاعيله وبالتالي نأتي إلى التطبيق. طب إذا صدر ما الذي يمكن أن يحصل؟ وإذا صدر بالفعل هكذا قانون، ويجب أن نرى الصيغة التي سيصدر بها، لأنه يتعرض، تعرف أنه يتعرض لتعديلات في كل من اللجان وفي التصويت الأخير. إذا صدر بالشكل الذي نفترضه من حيث إمكانية ربط مسؤولية الدولة عن أعمال مواطنيها في الخارج، فهذا يعتبر يعني تماديا في المسؤولية الجنائية، تماما كما by analogy by comparison بالقياس، نجد مثلا أن قوانين أمريكية مثل US Patriot Act أو حتى قانون مكافحة تمويل حزب الله يطبق خارج إطار الإقليم الوطني الأمريكي، ما يسمى اللونج آرم ستيتيوت في التعبير الفرنسي، تعرف سوبرا ناسيونال أو إكسترا تيريتوريال. نعم. هذا القانون هذا القانون يطبق بالمعنى الموضوعي، أي أنه لا يطبق خارج الحدود الوطنية فحسب، إنما على ممتلكات الدولة التي يفترض أن مسؤوليتها قد ربطت نتيجة أعمال أفرادها. يعني وبالتالي يعني يمكن الحجز على وهنا أصل إلى بيت القصيد، أي أنه يمكن ساعة إذن افتراضيا الحجز على ممتلكات هذه الدولة أو على أي تحويلات مالية أو أرصدة مالية لها في الولايات المتحدة الأمريكية أو عبر المصارف الدولية المراسلة correspondent banks، التي هي تلعب دور الفيكل، الممر الإلزامي لأي أموال تحول من وإلى هذه الدولة. يعني بالنهاية نقترب إلى مثال يشبه المثال الليبي بلحظة معينة، أو حتى إلى مثال تطويق إيران ماليا واقتصاديا بلحظة معينة، حتى أن هذا المثال يتعدى ذلك إلى مثال جديد في العلاقات الدولية، بحيث تربط مسؤولية الدولة عن أعمال أفرادها من جهة، و تبقى ممتلكاتها سواء كانت أموالا نقدية أو عقارات أو موجودات، تبقى رهنا لأي حجز يأتي نتيجة هذه المسؤولية المفترضة. وهذا أمر يجب التنبه إليه، وهو أمر خاص وأمر مهم كي تجدر دراسته من الناحية القانونية المبدئية على الأقل، لأنه يجعل من العلم القانوني في تحول كبير يقتضي دراسته. طيب بما أنه عندنا دقيقة واحدة قبل الموجز، سأعطي الكلام للسيد عبد الباري وأعود لك سيد سبرينغمان ولضيفنا السيد ويتس بعد الموجز مباشرة. أستاذ عبد الباري، هل حضرتك تستبعد كما استبعد السيد ويتس أن يكون فيما يحصل افتراق أو بداية افتراق أمريكية سعودية أيضا؟ نعم، يعني أنا بس يعني كنت أتمنى لو تعطيني فرصة حتى أتحدث عن النموذج الليبي. أنا أعرف أنك تحب المعلومات بعد الفاصل، إذا حبيت لك في هذا الموضوع بعد الفاصل مباشرة. أنا في تقديري حاضر.
حاضر. أستاذ سامي، يعني أنا في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية الآن بصدد الابتعاد عن المملكة العربية السعودية. أنا في تقديري الآن لم تعد بحاجة إلى النفط الأمريكي إلا النفط السعودي. تدرك جيدا أن السعودية كان لديها احتياطات مالية بأكثر من 850 مليار دولار، انخفضت إلى حوالي 400 مليار دولار. تدرك هناك أزمات، هناك عجز في الميزانية، هناك ضرائب، يعني لم تعد السعودية هي تلك الدجاجة التي تبيض بيضا ذهبيا للولايات المتحدة الأمريكية. نقطة أخرى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب من منطقة الشرق الأوسط ولا تريد أن تخوض حروبا جديدة. وسمعنا اللي مثل ما تفضلت في اللي هي مقابلة أتلانتيك مع أوباما، قال نحن لن نسمح بالركوب السهل للمملكة العربية السعودية أو الركوب المجاني على ظهر الولايات المتحدة الأمريكية، وإن لم الآن نتغير وعليهم أن يصلحوا أحوالهم الداخلية. خطر عليهم من الداخل وليس من الخارج، بمعنى أن هناك شباب محبط فعليهم أن يصلحوا. فتقديري الولايات المتحدة الأمريكية الآن بصدد الابتعاد عن الحليف السعودي بعد أن عصرته حتى النقطة الأخيرة. طيب أستاذ عبد الباري، سأعطيك الكلام طبعا بالتفصيل بعد الفاصل لكي تقول لنا، أنا عارف أنه عندك معلومات مهمة جدا عن ليبيا. لحظات أعزائي المشاهدين ونواصل هذه الحلقة، الوقت يمر سريعا حين يكون الضيوف كثيرين، ولكن لابد من استماع لوجهة نظر الجميع. بعد لحظات نعود إليكم مباشرة بعد الموجز إن شئتم البقاء معنا، وفي معلومات مهمة جدا بعد الفاصل. مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من لعبة الأمم عبر قناة الميادين. لمن كان معنا تعرفون عنوان الحلقة، لمن جاء الآن وانضم إلينا أهلا بكم. الحلقة عن الإرهاب والمقاومة، من يحدد هذا إرهابي وهذا مقاوم؟ وبدأنا في الجزء الأول نتحدث عن القانون الجديد في الكونغرس الأمريكي لملاحقة المملكة العربية السعودية من قبل عائلات ضحايا تفجيرات البرجين في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001. طيب، كنا قبل الفاصل أسال لعابنا الأستاذ عبد الباري عطوان بحديثه عن أو بوعده بمعلومات مهمة عما حصل مع ليبيا. أستاذ عبد الباري سأعطيك الكلام بداية، تفضل. أستاذ سامي، يعني الدكتور بول عندك في الاستوديو تحدث عن الجوانب القانونية، وهذا حديث علمي وصحيح، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على فبركة الأدلة التي تدين أي دولة تريدها، ولنا في ليبيا مثالا واضحا في هذا الإطار. طيب، مثلا ماذا حصل؟ أنا التقيت شخصيتين مهمتين في ليبيا. الأول هو عبد الباسط المقراحي الذي كان المتهم الرئيسي في تفجير طائرة لوكربي، التقيته أواخر عام 2009 وفي سجنه في غلاسكو، وهو الذي طلب أن أقابله. قال لي لدي شهادة للتاريخ يجب أن تسمعها. فذهبت إليه وكان معي المحامي الجزائري سعد جبار المتخصص في هذه المسألة. صحيح. جلست معه لمدة 3 ساعات متواصلة. ماذا قال؟ قال أولا، وأراني التقرير التحقيقات في اللوكربي، وهناك 18 صفحة كانت مطموسة بالكامل، وقال عملنا المستحيل ولن نستطيع أن نكشف عن هذا المضمون. والله يا أستاذ سامي، هذا الرجل أقسم لي بكل الإيمان، قال أنا سأموت قريبا، سرطان البروستات انتشر في جسمي،
والأطباء قالوا أمامك بضعة أشهر، وكان تقدير وكانت يعني تقريرهم صحيح، وبكى بكاء والله لم أرى شخصا يبكي بمثل هذه الحرقة، وقال والله لم أفعلها، والله ليس لي دور على الإطلاق، والله لو فعلتها لقلت أني فعلتها، فأنا سأموت بعد بضعة أشهر. ويعني هذا يؤكد بأن هناك فبركة لهذا القانون. نقطة أخرى، السيد عبد الرحمن شلقم وهو زميل دراسة وزير خارجية ليبيا السابق، والتقيته في لندن في فندق دورشستر، قلت له أن كل التحقيقات تؤكد بأنكم لم تنفذوا هذه العملية وألصقت بهم، قال لي نعم ندرك ذلك جيدا، لكننا دفعنا 3 مليار دولار تعويضات لضحايا لوكربي حتى نشتري أمن ونشتري سلامة بلدنا. نعم. اشترينا أمننا وسلامة بلدنا ونحن نعرف أننا لسنا متورطين في هذه الحالة. صحيح. صحيح. نفس الشيء هذا ربما يحدث للمملكة العربية السعودية، ربما تجبر المملكة العربية السعودية على دفع أموال مليارات من أجل أن لا تدخل في قضايا طويلة الأمد، والدكتور بول عندك في الاستوديو يعرف كم تستغرق هذه القضايا. طيب. والولايات المتحدة، طب هناك أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية طائرة إيرانية فوق الخليج أيام الحرب العراقية الإيرانية، ما هل استطاعت إيران أن تقاضي الولايات المتحدة الأمريكية على مقتل وتطلب تعويضات لمقتل 300 من مواطنيها مثلا؟ هل حكمت أمريكا؟ يا سيدي أنا هذا القانون ربما تكون هناك أوراق لا نعرفها لدى الكونغرس، ربما تكون هناك فبركات، ربما صحيح أن يعني تم الكشف عن 28 صفحة في تقرير الاستخبارات الأمريكية ولم يكن هناك أي وارد أو أي كلمة على المملكة العربية السعودية، لكن لا نعرف ماذا سيفبركون، ماذا سيقولون، يعني ربما يأتوا بشهادات بأن هؤلاء الذين نفذوا العمليات كانوا على اتصال مع المملكة مثلما تفضل ضيفكم وقال أنهم كانوا على صلة مثلا بالسفارة الأمريكية، لا نعرف بالضبط ماذا يخططون، ماذا يطبخون في الغرف السوداء لنا. على كل حال أيضا تصديقا لكلامك، في كتاب لكاتب فرنسي كاتب تحقيقات اسمه بيير بيون، وكتب عن مسألة لوكربي ووضع الكثير من الوثائق في الواقع التي تقدم رواية أخرى. من الذين يقدمون روايات أخرى ضيفنا السيد سبرينغمان يقول في كتابه الجديد، سنشاهد الغلاف على الشاشة على ما أعتقد، يقول في الواقع معلومات مهمة جدا وخطيرة: إن الممارسة تصنع الكمال، وإن لم تنجح من المرة الأولى حاول ثم حاول مرة ثانية. إن الولايات المتحدة التي أسست لخبرة واسعة ونجاح في الممارسة وبروباغندا ممتازة استخدمت في أفغانستان والبلقان والعراق وليبيا، اعتمدت على مساعدة دول قمعية في المنطقة، تحركت مجددا صوب الجمهورية العربية السورية حيث استخدمت مخالب القط المفضلة لديها أي فيلق العرب الأفغان، بدأت الهجوم إن لم يكن بالتزامن مع الانتفاضة المزعومة في مارس أذار 2011 فليس بعيدا عن ذلك. سيد سبرينغمان تقول هذا الكلام في الصفحة 179 لمن يود قراءة الكتاب. يعني تعتقد أنه ما يحصل في سوريا الآن مفبرك؟ كل هذا الإرهاب قد سمح له بالدخول وكان أصله في أفغانستان والبلقان والدول الأخرى التي ذكرت؟ Exactly right. This was policy. This was cooked up in Yugoslavia by Bill Clinton by working with في يوغوسلافيا من خلال التعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية وأسامة بن لادن، وقد تعاملوا كذلك مع حلف شمال الأطلسي والبلدان الأعضاء في أوروبا لتوفير الذخيرة والسلاح ومختلف أنواع الدعم لتدمير يوغوسلافيا وتقسيمها إلى دول مارقة. حاولوا أن يطبقوا النهج نفسه في العراق وتمكنوا من تقسيم البلاد إلى أقسام 3: المنطقة الجنوبية الشيعية والمنطقة الوسطى والمنطقة الكردية. إذا تمكنوا من تدمير العراق كدولة قابلة للحياة، دولة موحدة حيث يوجد ملايين النازحين داخليا واللاجئين، وانتقلوا بعد ذلك إلى ليبيا، وهناك استعانوا بترسانة الجيش البريطاني الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حلب شمال الأطلسي قاموا بتدمير الجيش الليبي وكل القوات النظامية في ليبيا. ليبيا التي كانت تشهد على أفضل مستويات العيش في هذه المنطقة من إفريقيا.
وانتقلوا بعد ذلك إلى سوريا مع بداية الاضطرابات منذ تقريبا 5 سنوات. وقتها السفير الأمريكي فورد تعاون مع المسؤولين الأمريكيين في القنصلية الأمريكية في جدة، حيث قاموا بتدريب الإرهابيين للإطاحة بحكومة الأسد، والأمر يتواصل مع تنقل هؤلاء المقاتلين من بلد لآخر، من العراق إلى ليبيا وتركيا ثم سوريا، ونقلوا كذلك السلاح من كرواتيا. يقومون بكل ذلك في إطار عملية مبرمجة ومعدلها بشكل واضح، ولا أرى نهاية لذلك لسوء الحظ في منطقة الشرق الأوسط. وكما ترون الأمريكيون والحلفاء الأمريكيين في المنطقة يدفعون بهؤلاء كذلك لبث انعدام الاستقرار في أوروبا لإضعاف الاتحاد الأوروبي، ولبث شعور الكراهية بين الأوروبيين لعدم الترحيب بكل اللاجئين لأسباب اقتصادية وغير ذلك، وبالتالي هم غير قادرين على استيعاب 1 مليون لاجئ، على الرغم من أنهم تقبلوا في الماضي اليوغوسلاف والأتراك الذين أتوا في 60 القرن الماضي إلى أوروبا. سيد سبرينغمان، سيد سبرينغمان، اسمح لي بالمقاطعة عفوا. حضرتك كنت مسؤول عن منح تأشيرات لمواطنين للذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت تعمل في المملكة العربية السعودية. تقول في الكتاب وتؤكد أنك أعطيت تأشيرات دخول عديدة لأناس فيما بعد تبين أنهم إرهابيون. هل هذا صحيح؟ هل لديك مثال محدد معين لكي نشرح للمشاهد؟ سأضرب لك مثالا عن إحدى طلبات التأشيرات للأشخاص غير المؤهلين. أتاني رجل يوما كان باكستانيا وكان ذاهبا لحضور معرض تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أحد أصدقائه. كان يودان الذهاب إلى نيويورك، وكنت قد طلبت المعلومات عن خلفياتهما بناء على لوح والأنظمة، ولم يكن لديهما القدرة على إثبات أنهما ذاهبان الولايات المتحدة الأمريكية والعودة. لا وجود لإثبات واضح على عودتهما. لكن في الواقع تم الاتصال بي من جانب أحد الأشخاص التابعين لوكالة الاستخبارات الأمريكية قائلا أنه يشتر بي ألا أمنحهما تأشيرة دخول. فقلت له ما هو الدافع، ما هو السبب لعدم منحهما هذه التأشيرة. ثم بلغني اتصال من القسم القنصلي لمنحهما تأشيرة دخول بذريعة حضور معرض تجاري، لكن تبين لاحقا أنهما كانا يعملان مع المجاهدين وفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك في واشنطن كان يوجد 52 ضابطا لتطويع هؤلاء المقاتلين. وأنا منذ بضع سنوات أعمل على وضع اليد على بعض الأدلة الإضافية، لكن لم أتمكن من ذلك. أود أن أحتفظ بالسجلات الخاصة بهؤلاء الذين تبين لاحقا أنهم في عداد الإرهابيين، لكن تم تدمير كل هذه الوثائق والأدلة، كنت غبيا في الواقع فلم أتمكن من الاحتفاظ بكل هذه الوثائق التفصيلية. طيب. وكنت أثق بحكومة وقتها، لذلك لم أتكبد العناء. سيد سبرينغمان، لا أريد أن أطيل على ضيوفي الآخرين، ولكن قل لي كيف أنت لا تزال على قيد الحياة، يعني إنه كيف تختبئ؟ ربما تبين لهم أنني أصغر من أن يهاجموني، والآن بعد أن صدر الكتاب وبدت أسمي الأشخاص بأسمائهم، قال أحد الصحفيين أن هذا الكتاب خطير لأنني أدرج فيه الأسماء، وإن تعرضت لأي حادث غامض يعني أن ما في كتابي هو الحقيقة. أوكي. سيد ريتشارد ويتس، طبعا عندك ربما وجهة نظر أخرى. يعني المسألة أنه يتحدث السيد سبرينغمان عن أشخاص محددين كانوا يأخذون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتدربون. قد نفهم الأمر أنه في أفغانستان كان في حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وفي الحروب كل شيء مقبول. لكن في دول مثل سوريا، مثل ليبيا، مثل البلقان، طب حين يرسل هؤلاء الإرهابيون، والآن تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتحاكم دولة مثل السعودية بذريعة أنه إرهابيين من عندها هم الذين فجروا،
طب كيف يمكن أن نفهم هذه السياسة الأمريكية؟ Yeah, that's a good question, actually. سؤال وجيه. في الواقع نحن نتحدث عن فترات زمنية متفاوتة ومختلفة. فطريقة تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في النزاع الأفغاني كما وصفتموه وقت ذاك كان ذلك النزاع مصدر الخطر الأساسي، خصوصا الاتحاد السوفيتي الذي كان قد احتل أفغانستان وأدى إلى الإطاحة بحكومتها ووضع هناك نظاما بمثابة مهزلة أو بمثابة أضحوكة، وكان الاتحاد السوفيتي يمارس كل ما يريده من ممارسات. وأدى ذلك بعد إذن إلى انقلاب وثورة، وبعد ذلك هناك الصين وهناك باكستان وهناك حلف شمال الأطلسي، وكل هذه الجهات التي وضعتها الولايات المتحدة في واجهة مواجهة الاتحاد السوفيتي، وذلك أيضا قد أعرب عنه في كل التدخلات التي بذلت في فيتنام من خلال العمليات التي رمت إلى تحويل فيتنام إلى مجتمع مختلف تماما، ومحاولة لإدارة أو قمع نوع ما من الحركة الانقلابية. ولهذا السبب يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى زعزعة وإضعاف الاتحاد السوفيتي، وكل شخص كان يحاول أن يحارب السوفيت بما في ذلك الحركات الأصولية والمتطرفة بدا أمرا مشروعا لمحاربة الاتحاد السوفيتي. بالإضافة إلى ذلك، بعد إذن عندما انهار النظام، لا يسعني أن أصف لكم إلى أي مدى تم التلاعب بالأفغان، ولكن اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فازت بالحرب الباردة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أساءت فهم ما كان سيحصل في أفغانستان، وبعد إذن انسحبت وفقدت اهتمامها في ذلك المكان في تلك المنطقة. وكما تعرفون لقد سحب جميع الجنود من تلك المنطقة، وكان الجنود قد سيطروا على بعض المناطق في أفغانستان، واستخدمت الأسلحة واستخدمت التدريبات الممولة من السي آي اي من أجل استخدام هذه المجموعات الجهادية ضد الحكومة الأفغانية، وبعد إذن انقلبت هذه المجموعات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بمهاجمتها. لقد فهمت الولايات المتحدة الآن ما حصل، وكما تلاحظون لقد تلكأت، لا بل ترددت إلى حد كبير في التصرف بنفس المنوال في سوريا، وهذا الأمر أيضا طبق على ليبيا. أي أدركت الولايات المتحدة الأمريكية خطر إرسال الأسلحة إلى منطقة نزاع يمكن أن تسرب هذه الأسلحة فيها إلى السوق السوداء وتستخدم ضد السياسة الأمريكية. أعتقد أن السياسة الأمريكية اليوم قد باتت أكثر اتساقا على الأقل في مجال نقل السلاح أو تدفق السلاح. بالنسبة أيضا إلى التداعيات التي نتحدث عن سوريا، نجمت عن مختلف هذه المناطق ومختلف هذه النزاعات، لقد أيضا أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية أن تقي من انتقال هذه القيم المتطرفة. عذرا سيدي لقد طرحت سؤالا. نعم، طرحت عليك السؤال أنه كنت أقول أنه ما حصل في أفغانستان قد يكون مفهوما، لكن الآن ربما مساعدة الإرهابيين للدخول إلى المنطقة، رأينا ما حصل في ليبيا، رأينا ما حصل في العراق، رأينا الآن ما يحصل في سوريا. طيب بنهاية الأمر هؤلاء يرتدون الآن على الدول الغربية ويفجرون في الدول الغربية، برأيك ألا يوجد هناك خطأ في التقييم الأمريكي حتى الآن في سياسة منطقة الشرق الأوسط؟ يعني هل يعقل أنه كل هؤلاء الإرهابيين جاءوا واجتازوا كل الحدود وعبروا كل الحدود، وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم مقاطع هائلة للذبح والقتل والسحل يمكن إيقافها بكبسة زر وتستمر كلها ويستمر الإرهاب بالتدفق؟ ألا يعني أليس من واجب الولايات المتحدة الأمريكية بما هي عليه من دولة كبرى وعظمى في العالم أن تشرع لمنع هؤلاء بدل أن تشرع من هو الإرهابي ومن هو غير الإرهابي؟ Everything you said was correct except one point. كل ما تقدمت به صائب ما عدا نقطة واحدة. ما نراه في سوريا اليوم هو تدفق هائل وساحق لأشخاص من آسيا الوسطى ومن الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن أصقاع أخرى من العالم، والبعض حتى من الولايات المتحدة الأمريكية لكن ليس كثيرين، لكي ينضموا وينخرطوا إلى صفوف الحركات الجهادية ولكي يركبوا هذه الموجة ولكي يتلقوا التدريب في سوريا
سوريا وفي مناطق أخرى، وأنا متأكد من أنهم ما يريدون أن يفعلوه هو أن يعودوا إلى المجتمعات الأوروبية والغربية التي انطلقوا منها، حتى المجتمعات الشرقية في الصين وفي آسيا الوسطى، وحتى إن وصلوا إلى المتحدة الأمريكية سوف يسعون إلى الوصول إليها أو العودة إليها ومهاجمتها. لقد حافظت المتحدة الأمريكية على تدخل محدود مع السعوديين والأتراك الذين يودون تبني موقفا قويا من بشار الأسد، ولكن هناك نقطة واحدة تقدمت بها ولا أوافق عليها. لا أعتقد أن بإمكاننا أن نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تغير سياستها بكبسة زر، أو تستطيع أن تغير هذه التدفقات بكبسة زر. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة إلى الحد من أثر تدخلاتها، وهي تجاهد من أجل وقف ذلك. لا أعتقد أن لديها القوة اللازمة للقيام بذلك، ولا أعتقد أننا سنرى ذلك بين ليلة وضحاها باتفاق وقف لإطلاق النار خصوصا في سوريا. ولكن اليوم لم تعد لهذين القطبين، أو لم يعد لهذين القطبين أي روسيا وأمريكا، هذه القوة لوقف كل شيء بكبسة زر. ربما بإمكانهما أن يوقفوا الحرب بين مصر وإسرائيل وبلدان أخرى مثلا من خلال الذهاب إلى القاهرة وكيسنجر الذي يزور تل أبيب، ولكن اليوم ما عاد ذلك ممكنا، بات مستحيلا. طيب سيد ويتس، على كل حال أنا شايف أنه السيد عبد الباري عطوان بدأ ينظر إلى ساعته، معك حق، ولكن يجب أن نستمع إلى كل وجهات نظر، وسأعود إليك أستاذ عبد الباري سريعا جدا. دكتور بول، الآن انضم إلينا طبعا الصحافي الكندي الشهير باري زويكر، أهلا وسهلا بك، سنكون معك بعد لحظات لكي تحدثنا أيضا عن فيلمك الذي أحدث ضجة كبيرة، رواية جديدة ومخالفة لكل مقيل حول أحداث 9/11 أو أحداث سبتمبر 2001. دكتور بول، الآن في مشكلة ثانية في العالم، أنه طيب كما يقول السيد ويتس أنه الولايات المتحدة الأمريكية بالنهاية تدافع عن نفسها، تحاول أن تبعد شبح الحرب عنها، حتى لو أرسلت أناس تحولوا إلى إرهابيين، هي في صراع في العالم، كانت مع السوفييت والآن ربما مع أطراف أخرى. طيب ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أيضا تقود التشريعات في العالم، يعني تضع أحزاب على لوائح الإرهاب، قد تكون أحزاب تقاوم الاجتياحات الإسرائيلية مثلا كما حصل في لبنان داخل فلسطين. عندنا مشكلة قانونية دولية، يعني الآن من يحدد من هو الإرهابي ومن يحدد من هو المقاوم مثلا، خصوصا أنه تشريعات الأمم المتحدة كانت واضحة أنه يحق للشعوب أن تقاوم المحتل. بطبيعة الحال لدينا مشكلة قانونية متعددة تتعلق ليس بتعريف الإرهاب فحسب، وهنا قد تفاجأ أن ثمة قرارات دولية عديدة بموضوع الإرهاب، حتى أن ثمة اتفاقيات دولية عديدة بموضوع الإرهاب. ليس صحيحا أن الأمم المتحدة لم تذهب يوما إلى تعريف الإرهاب، وليس صحيح أن ليس من نص في ذلك، إنما ثمة نصوص لا تقرأ أحرفها. كم تعريف للإرهاب الآن في العالم؟ تعريفات عدة، يحكي عن 200 تعريف تقريبا، ولكن يركن إلى التعريفات الوطنية، فكل دولة تستأنس بتعريفاتها الوطنية تبعا لمصالحها الذاتية. لدينا المشكلة اليوم في القانون الدولي العام هو مشكلة المصالح. يجب أن يرسل قانون الدولي العام على المعايير، أن يكون ثمة معيار. اليوم ثمة مصلحة. لفتني من الزميل الكريم المتحدث الأخير أنه ذكر أن ليس بوسع الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاتحاد الروسي اليوم أن يكبسا الزر. تراهما كيف يمكن لهما أن يمددا مفعول اتفاقية الهدنة أو وقف إطلاق النار بالأحرى في سوريا اليوم، بمجرد أن وزيري الخارجية قد اجتمعا وأعلنا ذلك. فنعم ثمة جهود يمكن لهذين القطبين العالميين، ولو عدنا إلى الثنائية الدولية، أن يرسياها. بمعنى طيب لو أخذنا مثالا محددا دكتور بول، مثلا الآن حصل اجتياح العراق وحصل اعتراف أمريكي وبريطاني بأنه الاجتياح كان خطأ لأنه بني على مبدأين أو ذريعتين تبين أنهما خاطئين بالنهاية، أو خاطئان، ذريعة أسلحة الدمار الشامل وعلاقة الرئيس السابق صدام حسين بالقاعدة، لم يكن هذا ولا كان ذاك، وحصل أن المجموعات الإرهابية انتشرت في العراق بعد الاجتياح وليس قبل الاجتياح. طيب في هذه الحالة قانونا لم نسمع أي دولة عربية ولا أي مشرع أمريكي ولا أي طرف غربي يقول نريد أن نحاكم الذين أخطأوا بالنهاية في مليون مليون ونصف قتيل قبل المحاسبة، وهذا أمر مشروع التساؤل به، لكن قبل ذلك بكثير، لماذا اليوم لا ترسل لوائح الداعشيين مثلا
أو ما يسمى من يسمون الفورين فايترز الذين يرسلون أو يذهبون تلقائيا مقاتلون إلى الأجانب. البلاد العربية ويقاتلون. أليس لدى أجهزة الاستخبارات العالمية هذه اللوائح كي بالحد الأدنى أن ترسلها إلى المصارف المطلوب منها قمع تمويل الحركات الإرهابية، فيما ليس لديها في الوقت عينه أي لوائح حول هؤلاء؟ يطلب إلى المصارف حول العالم أن تكون مسؤولة عن هذه العمليات مكافحة تمويل الإرهاب في الوقت الذي لا ترفد بهذه اللوائح. صحيح. أيضا ثم تساؤل آخر، العدالة الجنائية الدولية، ما معنى اليوم اتفاقيات جنيف الأربع؟ ما معنى البروتوكولين الاختياريين لعام 77؟ ما معنى كل هذه المواثيق الدولية بدءا من العام 48 مرورا بالعهدين الدوليين لعام 72 وصولا إلى الاتفاقيات التي تحدثنا عنها عن مكافحة الإرهاب، إذا لم يقاضى المسؤولون عن الحروب التي تجري اليوم مثلا في سوريا وفي مسألة ثانية دماء دون ما مساءلة أو بصيص أمل. وفي مسألة ثانية أشرت إليها دكتور بول، تقول أنه طب كل دولة تستأنس بقوانينها، طب بالنهاية هناك قوانين كما تفضلت في البداية عابرة للحدود، مثلا الآن يعني يجري قرار أنه إذا كان غربي أمريكي أو آخر أو عربي عند بعض الدول أنه مثلا حزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو كتائب عز الدين القسام أنه هذه تنظيمات إرهابية بالنهاية، وهذه الدول تطوق ماليا عمليا بيصير في حصار. طب ما هي إمكانية الدول لكي تقول أنه والله فلان إذا كان أمريكي أو فرنسي أو بريطاني إرهابي وسنقيم عليه نفس الحدود عمليا القانونية إذا صح التعبير؟ القانون الجنائي الدولي اليوم قائم على مسألة واحدة، هي مسألة القدرة والمصلحة. إذا لديك مصلحة في القيام بعمل معين كحكومة أو كنظام تقوم به إذا كانت لديك القدرة فقط لا غير، ليس ثمة معيار اليوم يتعلق بالعدالة الدولية قائم وفاعل بمعنى الإفيشنسي. يعني أنا سمعت السيد سبرينغمان يقدم معلومات ويقول أنا كنت أعطي التأشيرات وهؤلاء تحولوا إلى إرهابيين بالنهاية، وفي شكوك في مكان آخر يحاكم الناس على أساس أنهم إرهابيون. أستاذ عبد الباري عطوان تريد أن تعلق، أنا شايفك تفضل. نعم، يعني أريد أن أعلق على مسألة العراق. أستاذ سامي، يعني أنا شخصيا سمعتها من اللي هو ريتشارد بيرل اللي هو كان وكيل أو نائب وزير خارجية الأمريكية أثناء الغزو على العراق، واعترف لي، كنا في محاضرة سويا في جامعة هامبورغ، اعترف لي بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعلم جيدا بأن العراق لا يملك أسلحة دمار شامل، ولكنها قررت أن تغزو العراق لأنها تخشى من رفع الحصار وأن يعود صدام حسين إلى إعادة تصنيع أو إعادة تفعيل برنامجه الذري لأنه يملك العلماء ويملك الأجهزة ويستطيع أن يطور أسلحة نووية. هؤلاء الناس، ما أردت أن أقوله، هؤلاء الناس لا يلتزمون بأي قانون دولي. اليوم تم الكشف عن مراسلات بين كونداليزا رايس اللي مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة وإريك بول اللي هو وزير الخارجية الأمريكي السابق، تعترف فيه كونداليزا رايس وباول بأنهم كانوا يعني يلومون رامسفيلد لأنه يعني ارتكب مخالفات كثيرة في العراق، ويؤكدون يعني بأنهم كانوا يريدون تسليم الحكم لأحمد الجلبي فور اللي هو غزو العراق واحتلاله. يعني طب الآن يعني من هو المسؤول عن هذه الجرائم في العراق؟ نقطة أخرى، متى تم غزو العراق؟ تفضلتم بالإشارة إلى أن الآن في هناك تفاهم روسي أمريكي نجح جزئيا في سوريا لفرض وقف إطلاق النار. علينا أن نتذكر بأن جميع ما يسمى بالحركات الإرهابية وجميع الحروب والغزوات تمت عندما كانت روسيا مغيبة كليا، وكانت أمريكا كقوة عظمى وحيدة تملك اليد العليا في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. كل هذا الذي نعاني منه من حروب، من تقسيمات، من يعني اللي هي فتن طائفية، كلها جاءت مع العصر الأمريكي المهيمن على منطقة الشرق الأوسط. هذا ما أردت أن أقوله. إذا إحنا أردنا أن نجرم الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون هناك مسعى عربي شامل من أجل اللي هو وضع حد لهذه الغطرسة والتخفي. هي المشكلة
المشكلة هي المشكلة الأمريكية هي التي هي المشكلة يا أستاذ عبد الباري. يعني كلمة أساسا المشكلة أستاذ عبد الباري طبعا لك الكلام وأنا آسف لمقاطعتك. مشكلة أنه الدول العربية معظمها يتحدث ضد الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول العربية تريد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه هي الحكم وهي الفريق إذا صح التعبير. يعني حتى الدول التي عادت أو عادتها الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخطب ودها. بالنهاية هذه هي المسألة. يعني مثلا حين وضع حزب الله كمنظمة إرهابية في لبنان، أنا ذاك حين تتحدث حضرتك وهذا معك حق، قال الرئيس إيميل لحود إن حزب الله وعارض الإجراءات التي طلبتها أمريكا. قال إن حزب الله منظمة للمقاومة المشروعة، ليست له أنشطة خارج لبنان، لا توجد له صلة بالإرهاب العالمي، سنستمر في دعمه وتستمر مقاومته حتى يتم تحرير ما تبقى من جنوب لبنان. واستطاع أن يصمت في موقفه بالنهاية. يا أستاذ سامي بس أعطيك مثال واحد. يا أخي كوريا الشمالية، كوريا الشمالية دولة فقيرة ودولة صغيرة، لا عندها نفط ولا عندها غاز ولا عندها شيء. كوريا الشمالية فجرت 5 تجارب نووية، وقبل أسبوع استطاعت أن تركب رأس نووي على صاروخ باليستي. وتحدت الولايات المتحدة الأمريكية لسبب بسيط، لأنه هذه دولة جريئة لا تخشى من الولايات المتحدة الأمريكية. نحن 20 دولة نرتعد خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية، تجرجرنا في المحاكم، تغزو بلداننا، تدمر وحدتنا الوطنية، تقسمنا. ويعني يعني معقولة إحنا 20 كوريا الشمالية اللي لا تملك شيء على الإطلاق تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتفجر تجارب نووية، ونحن العرب نرتعد خوفا من الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا هذا؟ يعني لماذا هذا؟ ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية أكثر ما فعلت فينا؟ غزت العراق ودمرت، وغزت ليبيا ودمرتها، والآن تتدخل في سوريا وتتدخل في أفغانستان وتدخل في اليمن وكل الدول العربية. طب ماذا تستطيع أن تفعل لنا؟ لماذا نخاف بهذه الطريقة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ طيب. هذه المشكلة اللي احنا يجب أن نتحدث عنها ويجب أن نواجهها. يا أخي إيش ضبعيتنا؟ يعني ليش احنا يعني بهذه الطريقة؟ طيب. يعني هذه هي المشكلة. يعني لو كان هناك موقف قوي جدا من السعودية، وموقف قوي جدا من العراق، وموقف قوي جدا من الجزائر ومن مصر، ويقول لأمريكا لن نرضح ولن نخضع، وسنقاوم أي عملية لابتزازنا وأي عملية لتقسيمنا وأي عملية لضربنا. طيب. هذا على كل حال أن يحصل يا أستاذ سامي. أوكي. يعني بالنهاية الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة وعندها مال كثير وعندها قوة عسكرية كبيرة وعندها علاقات دولية وعندها قوانين تستطيع أن تفرض ما تريد. وبالنهاية كمان أنه معظم الشباب العربي الآن تقول له تحلم للسفر إلى أين؟ يقول لك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قدمت مثالا في العالم ربما أغرى الكثيرين. طيب في كان أنا حسب ما فهمت أنه ضيفنا ريتشارد ويتس كان في حيث فجر البنتاغون أنذاك، كان موجود أنذاك، ولكن هناك رواية أخرى قدمها الصحافي الكندي باري زويكر، وأنا يسعدني أن أستضيفه في هذه الحلقة. ينضم إلينا من تورنتو. كنا نحاول أن يكون معنا على الشاشة، لا أدري إذا كان سيكون معنا على الشاشة أو عبر الهاتف، للأسف يبدو في مشكلة تقنية. هو أنتج فيلما وثائقيا مهما جدا أحدث ضجة كبيرة في العالم باسم أبراج الخديعة، كيف تسترت وسائل الإعلام على ما حصل، أو Towers of Deception. أهلا وسهلا بك سيد زويكر، ولكن فقط بلحظات قليلة سنشاهد جزءا من الفيلم. America was targeted for attack. Investigate this act of war. For these attacks on our freedom. Do we want to think about scrambling aircraft? Oh God, I don't know. That's a decision somebody's going to have to make probably in the next 10 minutes. These war game exercises were apparently very well planned by someone who I will show, I believe, was Dick Cheney. 9/11 is related to just about everything else, particularly the war against Iraq. When I heard about the terrorist attack, and my chief of staff, Andy Card, well, actually, I was in a classroom talking about a reading program. I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot.
And it said it must have been a horrible accident. أهلا وسهلا بك سيد زويكر. أريد أن تشرح للمشاهدين لو سمحت ماذا تريد أن تقول في هذا الفيلم، أنه كان فيلم ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن حقيقة هذا الهجوم الإرهابي؟ Yes, thank you for having me. We have had terrible. بداية شكرا على استضافتي. لقد واجهنا بعض المشاكل التقنية للأسف، ولذلك أنا مضطر لأكون معكم عبر الهاتف. في الواقع ما عرضتموه جزء من قرص مدمج فيلم أنتجته حول الخديعة الكبرى والأخبار، نشرت الأخبار الخاصة بأحداث 11 من أيلول التي لم تعرض يوما، وذكرتم كتابي أيضا الذي أعددته، ويوجد فارق بين الفيلم وبين الكتاب مع وجود الكثير من النقاط المشتركة. لكن احتفينا للتو بالذكرى 15 لاعتداءات 11 من أيلول، وبالإشارة إلى هذه الحادثة توجد كميات هائلة من الأدلة على أن هذه العملية قد أعدت داخليا على يد مجموعة من النخبة النافذة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اقترنت بمشروع سمي مشروع القرن الأمريكي الجديد، ويبدو أن هذا المشروع قد بقي على قيد الحياة لكن تحت مسمى آخر. الكثير من هؤلاء الأشخاص مثل بول وولفوفيتس معنيون في الواقع بهذا المشروع، ومنهم كذلك دونالد رامسفيلد كان معنيا به، إلى جانب بعض الشخصيات من المحافظين الجدد من اليمين، والكثير من هؤلاء يحملون الجنسية الإسرائيلية الأمريكية المزدوجة. عام 2000 قاموا بإصدار وثيقة بعنوان إعادة بناء دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية، والوثيقة كانت أشبه بأضحوكة بحد ذاتها، فكنا أمام القوى العسكرية الأقوى في تاريخ العالم التي تنفق تريليونات الدولارات على التسليح، تنفق على شراء الأسلحة أكثر من الدول الست التالية في الترتيب مجموعة. وهؤلاء المحافظين الجدد قد أطلقوا وثيقة بعنوان إعادة بناء دفاعات الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها كانت أساسا بحاجة لإعادة بناء. وفي هذه الوثيقة تحديدا في الصفحة 19 قيل أن الشعب الأمريكي لن يقبل بالزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري المطلوب إلا في حال وقوع حادثة تقلب الموازين أسوة بحادثة بيرل هاربر. هذه كانت الكلمات المستخدمة تحديدا، وهذا ما قاله جورج بوش، أن هذه الحادثة، حادثة 11 من أيلول، هي حادثة بيرل هاربر جديدة. ويقال أن خلف ذلك كان السيد فيليب زيليكو العقل المدبر الحقيقي، واختصاصه كان يقضي بتطوير الأساطير العامة، وكان مسؤولاً عن إعداد الهيئة المعنية بالتحقيق في اعتداءات 11 من أيلول. سيد زويكر، اسمح لي. طيب اسمح لي بمقاطعتك، أنا آسف، ولكن يعني رحمة بأرواح الضحايا الذين سقطوا في هذه الأعمال في البرجين أو في الولايات المتحدة الأمريكية. حين تتحدث عن ما حصل وكأنها معلومات دقيقة، طيب هل هذا احتمال أو أنت متأكد من أنه ما حصل هو فبركة داخلية؟ خصوصا أنه سقط آلاف الضحايا بالنهاية، يعني هل يعقل أن تفبرك دولة عملية ضد أبنائها لكي تخرج في عملية عسكرية كبرى أو لتحسن مستواها العسكري أو الدفاعي؟ يعني هل لديك يقين، معلومات مؤكدة حول الموضوع، أو هذا احتمال تتحدث عنه؟ ليس بذلك أي افتراض. نحن نتحدث عن كمية هائلة من المعلومات التي تمت إتاحتها عبر الكتب والمحاضرات العامة والأفلام بما في ذلك معلومات. صادق عليها أكثر من 1200 مهندس معماري.
ولست بحاجة لأن تكون خبيرا معماريا أو كيميائيا أو فيزيائيا لكي تتيقن أن القصة الحقيقية خلف اعتداء 11 من أيلول وهي أن رجل واحد أسامة بن لادن قابع خلف حاسوبه المحمول في كهف في أفغانستان كان قادرا على أن يتفوق في ذكائه وأن يتجاوز كل القدرات العسكرية الأمريكية والعالم الدبلوماسي وأن يتمكن من تدمير البرجين التوأمين في مدينة نيويورك. طيب. وبعد ذلك في الاعتداءات المزعومة كذلك على البنتاغون وما خلى ذلك. لأضرب لك مثالا يمكن لعامة الناس أن يفهموها، الادعاء المنتشر هو أن البرجين قد أسقط إلى جانب البرج الثالث وهو مبنى التجارة العالمي رقم 7 عند الساعة 5:30 من بعد الظهر يوم 11 من أيلول، وهذا البرج الثالث لم تصطدم به طائرة، لكن القصة هي أن ارتطام الطائرة والكيروزين الذي خرج من هذه الطائرات قد أضعف هيكلية البرج الثالث، وهذا البرج الثالث رقم 7 كان مؤلفا من 47 طبقة. كل هذه الأبراج الثلاثة قد سقطت في غضون 19 ثوان، أي أنها سقطت في وقت سريع للغاية، وهذا مستحيل وفقا لأي قانون من قوانين الفيزياء فيما يتعلق بقدرة المادة على الاحتفاظ بالطاقة ونقطة ذوبان الفولاذ إلى آخره. بالتالي من الواضح تماما أن في ذلك خديعة واضحة وتزييف واضح، وهذه الأبراج قد أسقطت بفعل التفجيرات المفتعلة، وقد تطلب الأمر أقله أسابيع لم يكن أشهر كاملة لدخول بعض الأشخاص وتسللهم إلى هذه الأبراج لوضع بعض المتفجرات بهدف نسفها، ولقد تم العثور على بعض آثار المتفجرات الكيميائية في بقايا الأبراج، وهذا خير دليل. شكرا لك سيد. نعم شكرا لك سيد زويكر. يعني من الوصول إلى الأبراج. نعم. بالطبع على كل حال الفيلم لقى شهرة كبيرة وأيضا الكتاب لقى شهرة كبيرة، وهذه حضرتك عم تعرض وقائع ربما لدى الكثير من الأطراف وقائع أخرى لا ندري، ولكن نحترم ما تفضلت به. سيد سبريغمان، عندك تعليق على ما تفضل به السيد زويكر، خصوصا أنه فهمت من كتابك أنك تشكره في الكتاب أيضا، كأنه في معرفة بينك وبينه. لقد التقيته بضع مرات وأنا أحترم ذكاء السيد زويكر وقدرته الاستقصائية وقدرته كصحفي. في الواقع لقد عدت للتو من مدينة نيويورك في 9 و10 من سبتمبر أيلول في نهاية الأسبوع، حيث حضرت المؤتمر الخاص باعتداءات 11 من أيلول، وقد حضر المؤتمر كذلك مجموعة من المهندسين الذين تحدثوا تحديدا عن نقطة ذوبان الفولاذ ونقطة ذوبان الإسمنت إلى جانب الضرر الذي يترتب عن ارتطام طائرة بمبنى صمم لكي يقاوم هذا النوع من الارتطام، ولقد أعطوا تفاصيل مختلفة حول التكنولوجيا والعلوم المطبقة خلف ذلك، ولم يتم التأكيد بتاتا على إمكانية هذه الطائرة بإيقاع البرج بحد ذاتها، وهذه المباني كان لابد لها من أن تسقط في اتجاهات مختلفة إلا أنها وقعت بشكل حر في هبوط حر، ولم يكن فعل ذلك من خلال استخدام المباني المصنوعة من الإسمنت والفولاذ. هناك الكثير من العوامل المصممة لإضافة مستوى الأمان في هذه المباني والتي تقيها من هذا النوع من السقوط العامدي. طيب سيد سبرينغمان، سيد زويكر طبعا شرح هذه المسألة، أنا فقط أريد أن أسألك أيضا عن مسألة قلتها حضرتك في مقابلة مع إحدى التلفزات، في الواقع كلام لافت، تقول إن الولايات المتحدة تحصل من الدول العربية على مئات مليارات الدولارات لقاء مبيعات أسلحة لا تستخدم عمليا، وإن قسما من هذه الأموال يذهب لتعزيز القدرة العسكرية الإسرائيلية الفتاكة، وإن آخر منتجات واشنطن في العراق وسوريا هي منظمة داعش. داعش الآن تفجر في دول غربية في دول أطلسية، كيف يمكن أن تكون نتاجا أمريكيا؟
Well, I mean, you have to look at what really is being done, how much damage is being يجب done. أن ننظر تحديدا إلى هذه fact, العمليات والضرر الفعلي التي تتسبب به وإمكانية التوصل في بعض الحالات إلى اتفاق مع هذه المجموعات لكي تقوم بهجوم ما لكن لا تتسبب بضرر كبير. وسائل الإعلام الغربية حتى واشنطن بوست وذا نيويورك تايمز وهما وسيلتان مدعومتان من الحكومة الأمريكية يتحدثان عن الدعم الأمريكي لهذه الجهات. سمعنا بجبهة النصر التي أدرجت على قائمة الإرهاب المعتمدة أمريكيا ولقد لاقت الدعم من جانب السناتور الأمريكي ماكين. إلى جانب ذلك سمعنا بضلوع الحكومة الأمريكية بدعم مجموعات أخرى مثل مجاهدي الحق واستلام مسؤولين كبار الأموال لعدم طرح أسماء هذه المجموعات على قوائم الإرهاب ولقد حصل ذلك. لقد تم شراء هؤلاء وهؤلاء قاموا بدورهم بشراء صمت الحكومة الأمريكية. بالتالي أعتقد أن أمريكا تفعل ذلك كجزء من استعراض عالمي كبير قائلين أننا كلنا عرضة لهجوم من جبهة النصرة من هذه المجموعة أو تلك مهما اختلفت التسميات. لكن كل ذلك هراء. هؤلاء الأشخاص قد تم تدريبهم والأمريكيون يعملون معهم عن كثب ولقد مدوهم بالمعلومات الاستخباراتية مثلا كما حصل في الماضي في يوغوسلافيا وكان هناك وساطة من جانب الحكومة الألمانية عبر وكيل استخباراتي ألماني لإرسال الأسلحة المموهة في الحاويات إلى الإرهابيين في يوغوسلافيا. بالتالي طيب دعنا نستمع مسرحية سياسية حقيقية. أوكي. السيد ريتشارد ويتس أعتقد أنه عندك جواب على كل ما تفضل به الضيفان لأنه في الواقع الكلام الذي يقولانه خطير. I'm not sure if I'm sorry, I wouldn't call it an answer so much as لن أسمي ما سأقوله إجابة بقدر ما هي مجموعة من التعليقات. لقد كنت في البنتاغون في الواقع ورأيت ما حصل في البنتاغون. لم أكن في نيويورك لذا لقد تابعت كل ما حصل هناك على شاشة التلفاز. بالنسبة إلى الاعتبارات التي تم الإعراب عنها منذ وقوع تلك الأحداث وسمعنا نظريات كثيرة عن وجود مؤامرة وعن شخص ما كان مسؤولا عن تخطيط تلك الاعتداءات وهذا الشخص الذي يستحق الاقتصاص منه والعقاب الشديد والوخيم. هل هو الأشخاص الذين أجروا التحقيقات وناصروا نظرية المؤامرة لم يجروا التحقيقات الشافية والوافية بشأن هذا الموضوع؟ وهناك أشخاص آخرون أيضا تحدثوا عن مؤامرة أخرى في مجال اعتداءات واغتيالات سياسية مثل اغتيال الرئيس كينيدي. هذه النظريات تبقى نظريات إلى حين إثباتها. لا أعتقد أنها خطيرة أو أنها تهدد التفكير القومي بل أعتقد أنه من الصحي أن نسمع نظريات مضادة ومن الواضح أن التدخل الذي شن في العراق كان مستندا إلى أسس خاطئة وغير صويبة أي أن هناك أسلحة دمار شامل ولكن لم تؤثر ذلك أو تلك النظريات على السياسة. طيب اسمحوا لي أن أنتقل سريعا في نهاية البرنامج إلى مسألة أخرى. الجمعية العامة للأمم المتحدة لك السؤال أستاذ عبد الباري في قرارها رقم أنا عارف أنه عندك معلومات كثيرة عما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية وحضرتك كنت من الذين قابلوا الكثيرين بما فيهم على ما أعتقد كما تسميه الشيخ أسامة بن لادن ولكن للأسف يعني الوقت لن يتسع لكل ذلك. الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3246 الصادر بعام 74 تؤكد شرعية حق الشعوب في الكفاح المسلح في سبيل تحررها من الاحتلال وذهب القرار إلى حد القول إن أي محاولة لقمع الكفاح المسلح ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية والأنظمة العنصرية هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة. والاتفاقية العربية أكدت عام 98 في المادة الثانية أنه لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي. الآن نحن أمام معضلة جديدة أستاذ عبد الباري. السؤال سيكون لك وللدكتور بول في نهاية الحلقة أنه أوكي فقط أعطينا دقيقة لأن المخرجة تقول تقريبا انتهى الوقت. المعادلة جديدة أنه هذه الأطراف كلها التي تقاوم عمليا الآن موضوعة على لائحة الإرهاب. طيب كيف يمكن الخلاص من ذلك؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقرر الآن من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي. يعني أنه إذا أرادت مثلا أن منظمة التحرير الفلسطينية إذا وقعت اتفاق أوسلو، ونحن نعيش هذه الأيام ذكرى اتفاق أوسلو اليوم على وجه التحديد، فورا أن إذا وقعت وتفاوضت مع إسرائيل ترفع من قائمة الإرهاب فورا. وحصل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على جائزة نوبل، وحصل عليها أيضا شمعون بيريز، وحصل عليها رابين وما شابه ذلك. نفس الشيء الآن الدول العربية كانت يعني تنظر إلى حزب الله لأنه مقاوم واستطاع أن يصمد في 2006 لأكثر من 32 يوما في وجه الاحتلال الإسرائيلي، كان حزبا وبطلا في أعين العرب جميعا، حكومات وشعوب باستثناءات محدودة جدا. الآن شو شاهدنا، الدول العربية هي التي تضع الحزب على قائمة الإرهاب فورا لأنها اختلفت معه أو لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت ذلك. نفس الشيء حركة حماس، حركة حماس كانت حتى يعني فترة قريبة منتخبة و تتشكل حكومة فلسطينية وانتخابات حرة ونزيهة، فجأة إسرائيل أرادت فأمريكا صادقت والعرب اعتمدوا، أصبحت حركة حماس هي حركة إرهابية. طيب. يعني هذه هي المشكلة الأساسية. طيب أستاذ عبد الباري، على كل حال سننتظرك، نشتري مثل هذه التوصيفات. نعم. الأمريكية سننتظرك في بيروت في حلقة كاملة للحديث في الواقع عن عدة مواضيع عندك كثير من المعلومات حولها. في هذه الحلقة أردت أن نمر على بعض القضايا بشكل سريع. دكتور بول، أخيرا، هل يعقل أن إسرائيل ولا مرة حكمت بتهمة إرهاب، ولا مرة لوحقت بتهمة إرهاب؟ يعني فعلا ما عمل ولا عملية إرهابية مثلا تدمير دول؟ أعتقد أن المسألة تكمن في إشكاليتين. إشكالية التعريف، هنا مثلا تطرقت إلى الاتفاقية العربية، هي تقول أن الإرهاب قائم على مشروع إجرامي في العام 92، وجاءت اتفاقية مكافحة تمويل هذا الإرهاب أيضا لتفرق في عام 99 نفس التفريق. إنما المسألة أيضا في القدرة على تنفيذ هذه المفاهيم، حتى ولو أجمع العرب على مفهوم واحد للإرهاب، هل يستطيعون أن يطبقوا ذلك بشكل سريع؟ هل هم قاموا مثلا ببناء، وهذا هو كان الحل، هل قاموا ببناء أسواق مالية بديلة أو رديفة؟ كيف لهم مثلا أن يتعاملوا بغير عملة الدولار الأمريكي؟ كيف لهم أن يتعاملوا مع غير المصارف الدولية المراسلة لقيام أي تحويل بين العرب والشرق هنا وبين أي دولة من دول العالم؟ هنالك اليوم مصارف دولية مراسلة correspondent banks تتعاطى مسألة التمويل والتحويل. هل يمكن لك أن ترى قنوات بديلة مثلا فاعلة؟ يمكن أن ترى قنوات لكن ليست فاعلة. إذن المشكلة ليست مشكلة فقط تعريف، إنما هي قدرات ذاتية غير مبنية أصلا لمواجهة هذه التحديات. شكرا جزيلا لك. يعني لو كنت مكاني وتستمع لما تقوله المخرجة لأوقفت قبل دقيقتين. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لضيوفي الكرام. دكتور بول، نحن بحاجة لك في موضوع قانوني يتعلق بهذه المسائل في ساعة كاملة، وأعدك أننا سنستضيفك أنت وضيف واحد فقط في المرة المقبلة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لك دكتور بول، شكرا لضيوفي الكرام من الولايات المتحدة الأمريكية ومن كندا ومن باريس. إلى اللقاء في الأسبوع المقبل مع لعبة جديدة من لعبات الأمم وقناة الميادين. We'll be right back.